أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد، وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت